ايه رأيك يا فرحان؟ مهران وباسم معاك؟ كملت. بتقولي ايه؟ هقول لك فضل ونعمة. حظك كده معلش. وانا قلت حاجة؟ بس مصلحة برضك. مصلحة في ايه؟ بدل مهران ما ينام وحده باسم ينام جاره. ممكن برضو. وبدل ما انت وانا ومهران بس يعني نبقوا لما الدنيا شتاء واللمة دفى. أيوة يا نورة يا بنتي، ربنا ينجيك ويقومك بالسلامة. لا ما تخافيش يا حبيبتي، احنا كلنا حواليكي، أنا وخالتك كاملة هنلبس ونجيلك. مين دي اللي هنلبس ونروحولها؟ نورة هتولد الليلة الساعة واحدة. يا حبيبتي يا بنتي، يتيمة يا كاملة، قومي ننجدوها. لا مش يتيمة، كلنا أمهاتها. وأبوها مش هنقولوله؟ أبوها زعلان منها بس لازم يعرف، ولو معرفش هيزعل أكتر. ومين اللي هيقوله؟ أنا. خير يا كامل؟ لا مؤاخذة يا حاج، بنتك نورة مالها؟ هتولد الليلة دي. ربنا يقومها بالسلامة. مش هتروح لها يا حاج؟ لا روحوا لها انتوا وخدوا حماد معاكم، وانا هبعت لها فلوس معاها، وكافة شيء تعوزه هتقولها. حاضر يا حاج. وقولي لها ابوك هيسلم عليك ويدعي لك. حاضر يا حاج. خير يا حاج؟ لا مفيش حاجة. لا في مالك؟ نورة هتولد. مبروك ألف مبروك. وهو ده اللي مزعلك؟ لا اللي مزعلني إني مش هقدر أروح لها. ومين يقدر يمنعك؟ أنا همنع نفسي. وليه تمنع نفسك من حاجة أنت عاوزها؟ أروح لها كيه وأنا زعلان منها؟ زعلك واعر قوي يا محمد. أنا اخترتها وهي اختارت جوزها. ده زعل ولا حب؟ معرفش، اللي أعرفه إني ما قدرتش أروح لها وأنا زعلان منها. طب ما تقدر على نفسك وتروح. يا ريت يا فرح، أنا طول عمري كده، الحاجة اللي أقول عليها لا ما رجعش فيها أبدا. أنت كده شديد على روحك قوي. ادعي لها إنها تكون بسلامة. ربنا يقومها بالسلامة يا رب. لو عاوزني أروح لها أروح لها. لا مندها وكاملة هيروحوا لها، بلاش يشوفوك. ادعي لها أنت بس. مالك يا محمد؟ أنت صاحية؟ ما عرفش أنام وأنت صاحي. نامي ما فيش حاجة. حق فيه، من ساعة ما جت زهرة وأنت قلقان. ما سألتني الزهرة جت ليه؟ وأنا مالي، أسألك في اللي يخصني وبس. جدعة يا فرحة، أكتر حاجة تعجبني فيك الحكاية دي. دي بس كلك على بعضك. أم المالك عفريت كل مصرف ويحضر تاني، مش عارف ليه. بص أنا ما أسألكش بنت اخوك قالت لك ايه عشان ده ما يخصنيش، لكن مالك وقلقان من ايه اسالك فيهم لحد ما تجاوبني. زعلان من نفسي. زعلان ليه؟ كل ما مد ايدي على خيري احس ان انا عملت حاجه كبيره ما يصحش اعملها. غصب عنك زعلك منه كان كبير وهو غلط. هو يغلط بس انا ما غلطش. صالحه اللي يجرح هو اللي يداوي. برضو مش قادر وقف جبالي ولا غاني وانا عايش. يتسامح يتصبر.
انت رايك ايه؟ مسامح كريم. بقى مش مرتب انت ولا ايه؟ الحاج ما يزعلش. هو في ايه يا محمد؟ في ايه في ايه؟ يعني دلوقتي باسم هيسيب بيت ابوه ويقعد هنا؟ اشتكيتي؟ انا عمري ما اشتكي، ولو ميت عيل دول احباب الله ويتامى. امال ايه؟ الواد من بيت ابوه وامه لبيت الحج توحيد، لبيت الحج كامل، لبيت ابوه تاني، وبعدين عندك، وبعدين واحنا هنختار المطارح بمزاجنا. كل مطرح مكتوب لنا فيه ايام وليالي نقضوها. الواد صعبان علي، عشان كده جبته هنا، عارفك حنينه. مفيش احن منك. لا انت احن، وزهرة عشان موضوع جوازها طول، وباسم مش شقيقها، وامها غايبه زي ما تقولي اعصابها مش مستحمله. الله يكون في عونها. وانا هودتها كمان عشان خاطر احمد ما تبقاش كل حاجه فوق راسه. قلت مين يستحملني انا ومهران وباسم؟ فرح، انا اي حاجه تريحك اعملها لك. انت الفرحه والامان والراحه والجمال، راحتي في عينيك يا فرح. الواد فين يا سعيد؟ بدرة، ايه اللي جابك؟ فين الواد؟ واد مين؟ رجعتي تاني بيه؟ باسم فين يا سيد؟ توحيد، بدرة رجعت يا توحيد. الظاهر حريم العيلة دي ما هيموتوش. رد، باسم فين بدل ما موتك؟ شكلك غريب كده ليه؟ وتموتيني ليه؟ باسم فين يا سيد؟ عند ابوه من ساعة التوحيد ما مشى. مشهد، مشهد ولا ماتت؟ بالنسبة لي أنا مشهد وهترجع. غور يا فتش. وبعدين مين اللي مات ومين اللي عايش يا سيد؟ الموضوع اتلخبط معاك قوي. عارف يا سيد، لو انت كذاب هموتك. مالك فيه؟ لا اروح اطمن على العيال. ان شاء الله خير. خش نام انت. من غيرك؟ انا نمت خلاص، هقعد برا شويه وبعدين انزل المنظر.